في كلمة ألقاها مدير الديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة في حفل توديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم 300 حاج، دعاهم فيها إلى تمثيل الجزائر بالبقاع المقدسة أحسن تمثيل وتشريفها عبر الالتزام بالسلوك الحسن والأخلاق الحميدة. رد الجميل هو أن نرفع هذا العلم عاليا مرفرفا شامخا في هذا المحفل الدولي، أن نشرف وطننا، أن نكون خير سفراء لجزائرنا. يكون حجه مبرورا يجب أن يتحمل أذى غيره ولا يؤذي غيره، فيدفع الأذى عن نفسه بأن يصبر عن إخوانه. من جهتهم عبر ضيوف الرحمن عن فرحتهم بعد أن اختارهم الله عز وجل لزيارة بيته الحرام داعين للوطن بالأمن والأمان. أتمنى لبلادنا يعني لهنا والعافية والرفاهية، وبلادنا نمثلوها إن شاء الله مع في الدول، باللي عندنا السياح، عندنا الجبال، عندنا روحوا بخير ونولوا بخير إن شاء الله. هذا ما نطلبوه إن شاء الله، نطلبوا لهنا لبلادنا إن شاء الله، ولولادنا ولاد ولادكم كامل إن شاء الله يا ربي. أنا البيت رب العالمين باش نكملوا الركن الخامس ورب الله العالمين إن شاء الله يشدنا في وليداتنا وبلادنا وبوتفليقة إن شاء الله، تعي بوتفليقة. هذا وسيلتحق قرابة 37,000 حاج إلى البقاع المقدسة في رحلات جوية مبرمجة خلال الأيام القادمة، والمقدر عددها ب 120 رحلة، 64 رحلة عبر الخطوط الجوية الجزائرية و 56 رحلة على متن شركة الخطوط الجوية السعودية.